اللواء خالد محنة المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية. سيادة اللواء، انت على الهواء مباشر، العالم ده تخابرنا وتسألنا الفاحصين نعم، على وزارة الداخلية من سنة 2017 شنو حلهم؟ الحقيقة هذا الحل ليس يعني بوسع وزارة الداخلية، إنما نعم هو الحل في وزارة المالية. نعم كل موظف أو كل متطوع يجب أن يكون له غطاء مالي يحدد ويصرف من قبل وزارة المالية يعني درجة وظيفية في تقصد؟ تلك الفترة. نعم، درجة وظيفية في نعم. تلك الفترة، وكان طبعا سوء إدارة من يعني إدارة الوزارة آنذاك، قبلت بأوامر يعني آلاف الأشخاص. نعم. بلغ عددهم الحد الآن 29,000. الآن تم مفاتحة وزارة المالية بخصوص توفير الدرجات نعم. لهؤلاء، أو ننتظر بلكي وزارة المالية ومجلس النواب نعم. يقررون بهذا الموضوع. يعني طيب سيادة اللواء، يعني أنتوا إلى حد أن تتواصلون ويا وزارة المالية، وأكو كتب رسمية بتروح إلى وزارة المالية، حتى إحنا نريد نبشرهم بخير، ماكو فد وعد ننطيهم يا أو كلمة من 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 قبل جنابك الكريم بأنه شيء بشرهم بخير؟ بصراحة يعني أنا ما أريد أنطي وعود تحسب علي، نعم. مثل ما الآخرين أعطوا وعود لهؤلاء، لكن إحنا الحقيقة ماضين ونتمنى على وزارة المالية وكل الجهات أن يعني تقدم يد العون لهؤلاء، لهذه الشريحة، وتوفر الدرجات اللازمة لهم. نعم، تحياتي لك سيادة اللواء، أنا جدا ممتن، أشكرك، أشكرك، شكرا جزيلا، شكرا جزيلا.